السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقترح عليكم تمارين في المناعة للثالثة إعدادي استعدادا للامتحان الجهوي. فيما يخص التمرين الأول، اتجهت صفا ذات 5 سنوات برفقة أمها للمستوصف لتأخذ اللقاح المبرمج لها في دفتر صحي. في المساء ارتفعت درجة حرارة جسم صفا مع احمرار وانتفاخ مكان الحقن. تمثل الوثيقة جدول اللقاحات المبرمج للأطفال حسب العمر. استنتج نوع اللقاح الذي أخذته صفاء معتمدا على معطيات الوثيقة 3. هذا الأمر يتعلق بطبيعة الحال بالدي تي سي، أي اللقاح ضد القصدات الدفتيرية والخناقية، بما أن عمر صفاء 5 سنوات أي 60 شهر. فيما يخص بطبيعة الحال دائما السؤال الأول، ثم بين ماذا يمثل هذا اللقاح بالنسبة للجسم. إذا اللقاح يمثل بالنسبة للجسم مولد المضاد، في هذه الحالة مولد المضاد فاقد لقدرته الممرضة. السؤال رقم 2، استخرج من النص الأعراض التي تظهر على صفاء بعد التلقيح وحدد نوع الاستجابة المناعية التي تعبر عنها هذه الأعراض. إذا في بخصوص الأعراض كما تلاحظون معي، ارتفاع درجة حرارة الجسم، احمرار وانتفاخ مكان الحقن. في هذه الحالة طبيعة هذه الاستجابة المناعية بطبع الحال فهي استجابة التهابية. إذا الأسئلة، نوع اللقاح كما أشرت إلى ذلك الدي تي سي، اللقاح ضد القصدات الدفتيرية والخناقية. فيما يخص بطبيعة الحال طبيعة أو ماذا يمثل اللقاح بالنسبة للجسم، فهو مولد مضاد كما أشرت فاقد لقدرته الممرضة. فيما يخص الأعراض بطبيعة الحال أشرت إليها، احمرار، انتفاخ، ارتفاع درجة الحرارة، طبيعة الاستجابة استجابة التهابية. لفهم أهمية التلقيح في حماية الجسم، تم حقن فئران بدوفال قزاز على مرحلتين، وتم تتبع تطور كمية مضادات الأجسام في مصل الفئران بدلالة الزمن. تبين الوثيقة النتائج المحصل عليها. السؤال رقم 3، ألف، قارن النتائج المحصل عليها بعد كل من الحقن الأول والحقن الثاني. كما تلاحظون معي، بعد الحقن الأول كان إنتاج مضادات الأجسام بشكل بطيء كما نلاحظ، بحيث بلغ أقصاه بعد حوالي 5 أسابيع، وكمية مضادات الأجسام المنتجة كانت كمية ضئيلة جدا، لم تتعدى 100 وحدة اصطلاحية. أما بعد الحقن الثاني فإنتاج مضادات الأجسام كان بشكل فوري وسريع كما نلاحظ مباشرة، وبكمية كبيرة جدا بلغت أقصاها كما نلاحظ بعد حوالي 9 أسابيع، حيث بلغت هذه الكمية 1100 وحدة اصطلاحية. ب، فسر اختلاف الملاحظ بين النتائج خلال الحقن الأول والحقن الثاني. إذا هنا سنتكلم بطبيعة الحال عن الذاكرة المناعية، بحيث خلال الحقن الثاني تدخلت لمفاويات الذاكرة بطبيعة الحال بشكل فوري وقوي. 4، استنتج أهمية التلقيح بالنسبة لصفاء. إذا التلقيح كما تعرفون ذلك بطبيعة الحال يضمن للجسم بطبيعة أو يكسب الجسم مناعة بطبيعة الحال، ويقيه من التعرض لمولد المضاد بطبيعة الحال مستقبلا. إذا فيما يخص السؤال رقم 3، حدوث استجابة مناعية الحقنة الأولى، نعم، الحقنة الثانية نعم كذلك. كمية مضادات الأجسام الحقنة الأولى كانت قليلة، أما بالنسبة للثانية فكانت كبيرة. إنتاج مضادات الأجسام الحقنة الأولى بطيئة، و الحقنة الثانية إنتاج مضادات الأجسام كان بشكل سريع وفوري. تفسير، في هذه الحالة بعد الحقن الأول يحتفظ الجسم جهاز مناعي بالضبط بذاكرة مناعية نوعية لمولد المضاد لافويت الذاكرة، والتي تمكنه من الاستجابة بسرعة وبقوة خلال الاتصال الثاني بنفس مولد المضاد. فيما يخص بطبيعة الحال أهمية التلقيح، فالتلقيح يضمن لي استجابة مناعية سريعة وقوية لجسم صفاء إثر تعرضها لنفس مولد المضاد مستقبلا، مما يحول دون إصابتها بالمرض. فيما يخص التمرين الثاني، إذا ينجم مرض الكوباد ليباتيت عن تعفن خلايا الكبد بحمى فيروس في اتش بي، فيروس دو ليباتيت بي، لإبراز بعض جوانب الاستجابة المناعية الموجهة ضد هذا الفيروس. نقترح المعطيات التالية. المعطى الأول، تعرض شخصان أحمد وعلي للإصابة بهذا الفيروس، وبعد بضعة أسابيع تماثل أحمد للشفاء، أما بطبيعة الحال علي في هذه الحالة فظل يعاني من أعراض المرض. رقم 1، اقترح فرضية تفسر بها اختلاف الحالتين الصحيتين لكل من علي وأحمد. كما تلاحظون معي بالنسبة لعلي، نلاحظ أن كمية مضادات الأجسام أو تركيز مضادات الأجسام ظل ضئيلا بطبيعة الحال، لم يتعدى 0.1 وحدة اصطلاحية. أما بالنسبة لأحمد فنلاحظ بطبيعة الحال أن هناك ارتفاع بطبيعة الحال أو إنتاج تركيز مضادات الأجسام كان بطبيعة الحال بشكل ارتفع بشكل كبير بطبيعة الحال، حيث بلغ أقصى بعد حوالي 14 أسبوع وأقصى وهو بطبيعة الحال 3 وحدات اصطلاحية. ثم بعد الأسبوع 14 نلاحظ على أن تركيز مضادات الأجسام بدأ يتناقص. فيما يخص بطبيعة الحال المعطى التالي، مكن تتبع تطور تركيز مضادات الأجسام النوعية بطبيعة الحال ضد في اتش بي عند هذين الشخصين من الحصول على النتائج المبينة في الوثيقة. اقترح فرضية تفسر بها اختلاف الحالتين الصحيتين لكل من أحمد وعلي. بطبيعة الحال هنا لا أشرنا بطبيعة الحال على أن كمية أو تركيز مضادات الأجسام في عند علي كانت ظلت ضئيلة جدا بطبيعة الحال، لم تحدث استجابة مناعية نهائية، الشيء الذي يجعلنا نطرح الفرضية التالية على أن ربما علي مصاب بمرض فقدان المناعة المكتسبة، لأن لم تحدث بطبيعة الحال استجابة مناعية لا بإنتاج كمية قليلة من مضادات الأجسام لا بإنتاج كمية كبيرة من مضادات الأجسام.
تم قياس عدد اللمفاويات B عند هذين الشخصين وعند شخص عادي لم يسبق له أن أصيب بهذا المرض. يقدم جدول وثيقة 2 أسفل النتيجة المحصل عليها. 2. قارن تطور تركيز مضاد الأسام عند كل من أحمد وعلي. كما نلاحظ بطبيعة الحال أشرنا إلى ذلك. سؤال 3. قارن عدد اللمفاويات عند الأشخاص الثلاث. وسؤال رقم 4. باستثمارك لمعطيات الإجابتين السابقتين أي فسر الحالة الصحية لكل من أحمد وعلي. ب. استنتج طبيعة الاستجابة المناعية الموجهة ضد حمى الكبد. فيما يخص عدد اللمفاويات ب كما نلاحظ بطبيعة عند الشخص العادي 0.30 × 10^7، عند أحمد تقريبا 0.35 × 10^7 أي قريبة بطبيعة الحال من الشخص من عددها عند الشخص العادي. أما بالنسبة لعلي فنلاحظ على أن عدد اللمفاويات ب ضئيل جدا بطبيعة الحال لا يتجاوز 0.03 × 10^7 أي كمية قليلة أو عددها قليل جدا بالمقارنة مع كل من الشخص العادي وأحمد. نجيب على الأسئلة. إذن فيما يخص المقارنة، قبل اليوم السابع كان تركيز مضاد الأسام ضد في اتش بي عند كل من أحمد وعلي ضئيل جدا حوالي 0.1. بعد اليوم السابع عند أحمد نلاحظ على أن هناك ارتفاع في تركيز مضاد الأسام بشكل كبير يبلغ الأقصى في اليوم 14.3، ثم بدأ بالتناقص. أما عند علي فتركيز مضاد الأسام لم يتغير أي ظل ضئيلا جدا 0.1 أي تركيز ضعيف كما أشرت إلى ذلك سابقا. فيما يخص سؤال 3. قارن عدد اللمفاويات عند الأشخاص الثلاث أشرت إليه سابقا. عند أحمد يعادل تقريبا عدده عند الشخص العادي ويفوق بكثير عددها عند علي. أما فيما يخص بطبيعة الحال علي في هذه الحالة فعددها يقل بكثير عن عددها عند الشخص العادي وكذلك عند بطبيعة الحال أحمد. أتابع. سؤال رقم 4. باستثمارك لمعطيات الإجابتين السابقتين المطلوب في هذه الحالة ألف فسر الحالة الصحية لكل من أحمد وعلي وباء استنتج طبيعة الاستجابة المناعية الموجهة ضد حمى الكبد. فيما يخص تفسير حالة أحمد، عدد اللمفاويات ب كان مرتفعا، كمية مضاد الأسام ضد الكبد كانت كبيرة لذلك يتماثل للشفاء. أما علي للأسف بطبيعة الحال فعدد اللمفاويات ب كان قليلا جدا، كمية مضاد الأسام ضد في اتش بي ظلت ضئيلة جدا مما بطبيعة الحال هذا سيؤدي إلى عدم تماثل بطبيعة الحال علي للشفاء أي ظلت تظهر عليه أعراض المرض. فيما يخص الاستنتاج في هذه الحالة بطبيعة الحال نوع الاستجابة المناعية، الأمر يتعلق بطبيعة الحال الاستجابة المناعية النوعية ذات مسلك خلطي، هناك إنتاج مضادات أسام كما أشرنا إلى ذلك. التمرين الثالث. أثناء عملهما بإحداء الوحدات الصناعية أصيب أحمد وإدريس بجرح نتيجة اشتغالهما على قطع حديدية بها صدأ. تم عرضهما على الطبيب قصد العلاج، كما تم القيام ببعض التحاليل المخبرية لتتبع نسبة كل من سمي القزاز ومضادات الأسام ضد القزاز خلال الأسابيع الموالية للحادث. ويمثل المبيان ألف من الوثيقة 2 نسبة سمي القزاز في الدم، ويعطي المبيان ب من نفس الوثيقة نسبة مضادات الأسام في الدم. ملحوظة، يؤدي إفراز السمين بطبيعة الحال من الطرف عزية القزاز إلى إنتاج مضادات الأسام أي يحدث استجابة مناعية. بالنسبة للمبيان ألف كما نلاحظ المحور العمودي يمثل نسبة سمي القزاز بوحدات اصطلاحية، المحور الأفقي الزمن بالأسابيع. فيما يخص أحمد كما نلاحظ كمية أو نسبة سمي القزاز قليلة كما نلاحظ، بلغت أقصاها في الأسبوع الثاني كما نلاحظ وهو وحدتين اصطلاحيتين. أما بالنسبة لإدريس فنلاحظ على أن بطبيعة الحال كمية أو نسبة سمي القزاز مرتفعة بلغت أقصاها الأسبوع الثالث وهو 8 وحدات اصطلاحية. أما بالنسبة لنسبة مضادات الأسام في هذه الحالة كما تلاحظ معي بالنسبة لأحمد نلاحظ أن كمية مضادات الأسام مرتفعة تبلغ أقصى في البداية في الأسبوع الأول 4، في الأسبوع الثاني بلغت أقصى تدير 8 وحدات في الأسبوع الثاني. أما بالنسبة لإدريس فبلغت أقصى أي 8 وحدات في الأسبوع الرابع. ننتقل إلى الأسئلة. السؤال رقم 1. حدد معللا جوابك نوع الاستجابة المناعية. الأمر يتعلق باستجابة مناعية ذات مسلك خلطي، تكلمنا بطبيعة الحال عن مضادات الأسام. التعليل، تتم بواسطة تدخل مضادات الأسام أشرت إلى ذلك، إنتاج مضادات الأسام من طرف البلزميات. السؤال رقم 2. حدد انطلاقا من بياني الوثيقة 2 القيمة القصوى لسمي القزاز. إذا نستخرج الجواب هنا بطبيعة الحال المهارة الضرورية في هذه الحالة وهو التواصل مع الوثيقة، لأن الأجوبة نستخرجها من الوثيقة. إذا القيمة القصوى في هذه الحالة عند أحمد هي وحدتين وذلك في الأسبوع الثاني، أما عند إدريس فهي 8 وحدات وذلك في الأسبوع الثالث. باء الأسبوع الذي تصل فيه نسبة مضاد الأسام قيمته القصوى عند كل من أحمد وإدريس. إذا عند أحمد كان الأمر يتعلق بالأسبوع الثاني بطبيعة الحال، أما بالنسبة لإدريس فالأمر يتعلق بالأسبوع الرابع. أتابع.
ثلاثة قارن سرعة انخفاض نسبة السمين عند كل من أحمد وإدريس. إذا عند أحمد كما نلاحظ بطبيعة الحال في هذه الحالة كان انخفاض سريع نسبة السمين وذلك في الأسبوع الثاني كما تلاحظون معي بطبيعة الحال. أما بالنسبة لإدريس فالأمر يتعلق بطبيعة الحال بانخفاض بطيء كما نلاحظ نسبة لنسبة السمين وذلك في الأسبوع الثالث. إذا نحن الآن في الأسبوع بالنسبة لإدريس في الأسبوع الخامس، ورغم ذلك نسبة سمين القزاز ما زالت مرتفعة بجسم إدريس. أتابع كيف تفسر الاختلاف الملاحظ؟ إذا في هذه الحالة بطبيعة الحال أحمد ملقح ضد المرض أو سبق له أن أصيب بالمرض وشفي منه، إذا هنا تدخل بطبيعة الحال الاستجابة المناعية التدخل اللمفاوي الذاكرة. أما إدريس فهذا هو الاتصال الأول لجسمه بمولد المضاد. قبل الذهاب إلى الطبيب اقترح أحمد أحد زملاء إدريس وأحمد عليهما أن يأخذ حقنة مصل مضاد للقزاز، هل تتفق مع هذا الإجراء؟ على إجابتك كان المصل المضاد للقزاز مقبول بالنسبة لإدريس، أما بالنسبة لأحمد فهو بدون جدوى. التعليل في هذه الحالة بطبع الحال إدريس يحتاج لعملية استمصال لأن تركيز سم القزاز ما زال مرتفعا بطبع الحال بجسمه، أما بالنسبة لأحمد فالاستمصال غير ضروري لأن تركيز سم القزاز في اليوم الرابع أصبح منعدما وليس في حاجة لعملية استمصال. شكرا على انتباهكم وإلى موضوع آخر إن شاء الله.